خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ويطالب الشعب بالتكاتف لتخطي الأزمات. مدبولي يرأس أول اجتماع للجنتي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، ويؤكد اتخاذ مسارات عدة لتنفيذ التوصيات. زيلينسكي يطالب أوروبا بمواصلة فرض العقوبات ضد الصناعة النووية ونقلات الطاقة الروسية، وموسكو تلوح بإمكانية شن حرب نووية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بانضمام طلبة جدد للأكاديمية العسكرية المصرية. وفي كلمة له، أكد الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية أن الأكاديمية تعمل على تهيئة كل الظروف لإعداد الطلبة في مختلف الجوانب العسكرية والثقافية والفكرية والإنسانية. احنا متعودين يعني يبقى لينا فرصة ان احنا نتكلم معاكم ونشوفكم ونطمن عليكم وكمان نطمنكم. فأبدأ الأول بأن أنا أرحب بالطلبة الجدد، أهلا وسهلا بيكم، كل التقدير والاحترام ليكم لانضمامكم للقوات المسلحة. دي مهمة عظيمة قوي اللي انتم تشاركوا فيها وتبقوا موجودين معانا خلال رحلة كبيرة قوي قوي، تبدأ من النهاردة في الأكاديمية ثم إن شاء الله بقيت مراحلها. يعني ربنا يديكم دايما العمر والصحة. بتمنى لكم التوفيق. أنا عارف إن الفترة الأولانية بتبقى فترة صعبة بين حياة كنا متعودين عليها كلنا في الحياة المدنية ثم شكل آخر إحنا بنبتدي نتعود عليه هنا. زي ما أنتوا شفتوا كده إحنا بنبدأ يومنا الساعة تقريبا 5 الصبح، لكن ده طبعا في إطار إن إحنا يعني بنعد إنسان، مش بس إنسان مقاتل الحقيقة، إحنا بنعد إنسان من كافة الوجوه، من ناحية العلمية، من ناحية الثقافية، من ناحية الفكرية، من ناحية الإنسانية، وكمان من الناحية العسكرية. كتير مننا ما يعرفش إن البناء اللي بيتبني هنا في الأكاديمية هو بناء متكامل للشخصية اللي هي بيتم استقبالها ثم إعدادها عشان تنضم للقوات المسلحة. وأكد رئيس السيسي تحقيق القوات المسلحة بتعاون مع الشرطة نجاحات متعددة على صعيد تأمين الدولة، وشدد رئيس السيسي على أهمية العمل بكل جهد وصبر وتضحية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة. القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى بالتعاون مع الشرطة المدنية إن شاء الله والحمد لله حققت نجاح كبير قوي في تأمين الدولة المصرية بما فيها المنطقة اللي كانت زي ما احنا كنا بنتكلم عليها دايما، وقعدنا تقريبا 9 سنوات نبذل فيها تضحيات كبيرة جدا من أبنائنا من الضباط وضباط الصف والجنود وحتى المدنيين. شهداء سقطوا، وده دورنا كحماة للدولة المصرية وحماة للشعب المصري. فالحمد لله رب العالمين، زي ما بقول كده احنا حققنا نجاح كبير قوي قوي، ومش عايز اقول ان احنا قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى نعلن ان الموجة اللي قابلتها مصر خلال ال10 سنين الاخرانيين دول ان شاء الله تم الانتهاء منها والسيطرة عليها. انا ما ذكرتش ده قبل كده في اي حديث، الكلام ده يعني بيتحقق بالتدريج، بقالنا سنوات كل مرة بنحقق نجاح في نجاح في نجاح. وده زي ما بقول لكم ان اوعى تفتكر ان النجاح بيجي بدون عمل وبدون صبر وبدون تضحية، ابدا مفيش حاجة كده. الوجود اللي ربنا أوجدنا فيه أوجدنا للعمل والكد. وشدد الرئيس السيسي على أهمية أن تكون مؤسسات الدولة قوية وقادرة بما يسهم في منع الكثير من التحديات. وخلال كلمته بالأكاديمية العسكرية، طمأن الرئيس السيسي المواطنين على الأوضاع في الداخل، مؤكدا مرور البلاد بظروف صعبة يعاني منها أيضا الكثير حول العالم.
فإذا كانت الدولة بمؤسساتها قوية وقادرة، صدقوني ده بيمنع كتير كتير من الشرور يعني. وعايز أطمنكم أيضا على الأوضاع في الداخل. صحيح احنا بنمر بظروف صعبة جدا زي ما كل الدول تقريبا بتمر بده، وده أمر احنا ما صنعناهوش بأنفسنا يعني. وانا يمكن قلت مرة قبل كده ما أعرفش يعني ان ده وصل لكم ولا، لما قلت ان احنا يعني ما دخلناش في حروب واقتتال، ضيعنا فيه قدرات الدولة المصرية ومستقبلها. لا، ما عملناش كده. احنا كنا حريصين في كل ردود افعالنا ان احنا يعني نتسم بكتير كتير من التوازن ومن الحكمة في التعامل مع كل المشاكل اللي بتقابلنا. وكان حتى موضوع الارهاب ده فرض علينا فرض، احنا حرصنا جدا جدا من اول يوم. لو حد من طبعا انتم يعني الشباب صغير لكن اكيد بتعرفوا ده، يعني في 2013 و14 احنا كنا حريصين جدا جدا على ان ما يحصلش ابدا اي شكل من اشكال الصراع او اي شكل من اشكال الاقتتال. لكن ده يعني كان اختيارهم وكان لابد ان احنا نجابه هذا الاختيار. كما أكد رئيس السيسي مواصلة الدولة بذل مختلف الجهود المنوطة بها لمواجهة التحديات. أضاف رئيس السيسي أن الدولة تستهدف الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار لتحقيق التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات الدولارية. الدولة بتبذل جهد كبير جدا جدا للحفاظ على مستوى مش هقول أبدا مناسب، ولكن نقدر كلنا مع بعض بالصبر وبالفهم، بالصبر والفهم لما نفهم ان ما نحن فيه هو عبارة عن نتاج ظروف احنا ما مش السبب فيها، لا، لظروف دولية صعبة لها تداعيات كبيرة جدا جدا على العالم كله، واثرت كتير جدا جدا على تكلفة الحياة، سواء كان طاقة سواء كانت سلع اساسية او حتى مستلزمات انتاج. الدنيا كلها الاسعار كلها ارتفعت. ولما انا يمكن قلت يعني ان احنا بنستهدف 100 مليار دولار، كتير مننا كان توقف قدام الرقم وقال اشمعنى 100 مليار يعني. انا عايز اقول لكم على حاجه يعني باختصار شديد جدا جدا، عندما نتمكن بان احنا يكون حجم الحصيله الدولاريه اللي الدوله ايراداتها يعني منها اكبر من مصروف الدوله المصريه، سواء كان بتشتري بيها طاقه مواد بتروليه او غيره، أو بتشتري بيها سلع أساسية محتاجينها لمعيشة الناس أو أي احتياجات أخرى، عندما يتساوى على الأقل دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها من الدولار، صدقوني الأمور هتبقى أحسن من كده بكتير. وده جهد إحنا بنبذله، والكلام ده أنا يمكن اتكلمت فيه قبل كده مع الحكومة من أكتر من 3 سنين، وقلت إن إحنا محتاجين نتحرك وبسرعة، إن إحنا ما يبقاش عندنا أبداً غير حجم أكبر من اللي إحنا محتاجينه. في كل الأحوال إحنا محتاجين نعمل كده. طب إحنا ماشيين في ده، يمكن أنتوا سمعتوا يمكن في رقم ذكر امبارح أكتر من 40-50 مليار دولار حجم الصادرات المصرية السنة دي أو في العشر شهور دول. طب ده كفاية؟ لا، مش كفاية. فأنا بس حبيت أقول لكم أو أقول للناس من خلالكم للشعب المصري كله، إحنا بنعاني لكن الحمد لله عايشين وهنقدر نعيش، والظروف الصعبة دي هتمر علينا، وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده. والشعب المصري بعزمته وبفهمه وبصبره قدر يتجاوز الظروف الصعبة دي، وإن شاء الله إحنا هنتجاوزها. طب إحنا عندنا مشكلة الدولار، كان يمكن الشهرين 3 أو 4 اللي فاتوا كان في مشكلة كبيرة في الدولار الحقيقة، لكن الحمد لله رب العالمين. أنا بقول لكم وبقول للناس في مصر الحمد لله الأمور، وزي ما انتم شايفين احنا كنت بتسمعوا ان في سلع في المواني، الحمد لله احنا كنا وعدنا للشعب المصري ان خلال شهرين هننهي هذه المسألة، والحمد لله احنا انهينا جزء كبير منها ومشيين وما عندناش مشكلة في الدولار، بقولها لينا كلنا يعني.
وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تسيطر على الأمور رغم صعوبة الأوضاع، وذلك من خلال تضافر جهود المؤسسات كافة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تكاتف الشعب لتخطي الأزمات، مشيرا إلى أن تلك الأزمات تمثل اختبارا هاما لاكتشاف قدرات الدولة على تحمل مختلف الظروف والأعباء. القوات المسلحة زي ما قلت بتقوم بدور مهم جدا، ويمكن القوات المسلحة في الفترة الصعبة ديت، ويمكن ده هيبقى محتاجين ان احنا للتخفيف على الناس البسيطة، الناس اللي ظروفها صعبة واللي الأسعار بقت قاسية عليها، انها بتوزع 3 مليون كرتونة، وان شاء الله الأمر ده هنعمله يمكن لغاية شهر رمضان حتى نخفف ما أمكن مع بقية مؤسسات الدولة عن كاهل المواطنين تكلفة السلع الأساسية اللي احنا محتاجينها. يعني الأمور الحمد لله رب العالمين، رغم انها صعبة لكن الحمد لله مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا. دايما الكلمة دي بقولها، مع بعض كلنا على قلب رجل واحد، كل المصريين والمصريات يعني، هنقدر نتغلب ونتجاوز المرحلة دي، ويبقى من ضمن الحاجات اللي احنا اختبرنا بيها. انا بعتبر كل ظروف صعبة بتمر على اي حد او على اي دولة، هي اختبار لقدرة الدولة ديت، هي بتبقى اختبارات لكشف المعادن، كشف المعادن على كل المستويات، على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. معادن الدنيا كلها بتظهر في الأزمة، فأنا أعتبر أن الأزمات اللي بتمر بينا هي فرصة أن احنا نتعرف على قدراتنا وعلى إمكانياتنا في التحمل. كل محنة، صدقوني، كل محنة بتمر علينا بفضل الله سبحانه وتعالى بتتحول إلى منحة. بإيه؟ بالإرادة، بالعمل، بالأمل بإن احنا نقدر نتجاوز أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وخلال إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد بالأكاديمية العسكرية، أوضح أن المدن الجديدة تعمل على التوسع أفقيا لحل مشكلة الازدحام التي كانت ستتفاقم بالقاهرة. استفدت كمان يا فندم من الزيارات اللي اتعملت برنامج التخطيطي، زرت المدن الجديدة زي مدينة الجلالة وزي العاصمة الإدارية يا فندم. ورأيك في الموضوع؟ عظيم جدا يا فندم، مصر اتنقلت يا فندم نقلة نوعية. احنا عملنا المدينة ليه؟ القاهرة دي هتنمو خلال 20 سنة اللي جايه، دول وقت من 4-5 جنيه. طب هيروحوا فين؟ هيروحوا ايه؟ هيروحوا فين؟ في فرصة في حتة تانية؟ طب هو تكلفة ان هم يقعدوا في القاهرة أكتر ولا إن احنا بنعمل ده أكتر؟ والسؤال كده أنا مش هاممني أبدا، وده مهم إن احنا لما نروح مدن زي كده مش مهمني إنك أنت تشوف مدينة جديدة شكلها، لا، هي اتعملت ليه؟ عملناها كده ليه؟ هل عندنا خيارات اخرى اقل تكلفه؟ ان احنا ظروفنا مش دوله جزائريه او ان احنا نعمل كده، احنا ما كانش عندنا خيارات اخرى غير كده. لو ما كناش عملنا كده قصرنا في حق بلدنا. وأكد الرئيس السيسي خلال حديثه مع أسر الطلبة الجدد زوال خطر الإرهاب عن مصر خلال السنوات العشر الماضية، معربا عن شكره للأهالي الذين يقدمون أبنائهم لخدمة الوطن. وبمناسبة أن أنتم موجودين معنا هنا النهاردة، ببارك لمصر وببارك لكم على الجهد اللي قدموه أولاد مصر، الجهد والعرق والدم اللي قدموه أولاد مصر، ضباط وصف وجنود من الجيش والشرطة، هم اللي قدموا الدم ده عشان النهاردة نبقى احنا قاعدين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات أسر مصرية بسيطة جدا جدا في كل حتة في مصر، قدمت ولادها لأجل البلد دي تعيش وتبقى في أمان وسلام. ده بيشكل عبء علينا كبير قوي، علينا كمصريين، في ان احنا نحافظ على اللي اتعمل، نحافظ على اللي اتعمل واللي دفع فيه ثمن كبير قوي خلال الفترة اللي فاتت. هذا وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية كل من رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومدير الأكاديمية العسكرية إلى رتبة فريق. بسم الله الرحمن الرحيم،
صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية كل من لواء أحمد سعد علي الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، لواء أركان حرب أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة، لواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم 19/1/2023. وكان الرئيس السيسي قد تفقد فجر اليوم الأكاديمية العسكرية، حيث شارك طلبة الكلية في عدد من الأنشطة والتدريبات، كما شاهد عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة. وقام الرئيس بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة، شملت المرور على حمام السباحة التعليمي وميادين اللياقة المتطورة وميدان الإعداد البدني المفتوح وميدان محاكى المعركة الذي شاهده سيادته من خلال تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكي الرماية الذي يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين، وكذلك المرور على ميادين التحدي كروسفيت وقسم الفروسية وميدان التحميل. وأشاد سيادته بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول كأحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي مجلس الأمناء التي تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي. وأكد مدبولي أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذلك العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة وحماية المنافسة وجذب الاستثمار. وعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من توصيات للمؤتمر بصورة تفصيلية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت عددا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تقدر الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية، مشيرا إلى أنها تدعم جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بمقرها الجديد بحضور عدد من الوزراء لمتابعة مستجدات ملفات عمل الوكالة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل وكالة الفضاء المصرية وموقف استكمال العناصر اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني، بما في ذلك تجهيز البنية التحتية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتوطين صناعة الأقمار الصناعية. أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي أن النيابة العامة هي الروافد
الأسرع لإنجاز العدالة بين السلطات القضائية. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للنيابة العامة الأردنية، أكد النائب العام أن العدالة التصالحية تعد آلية فعالة لتسوية النزاعات وتحظى بتأييد كبير في المجتمع الدولي الذي يحث على تضمينها في القوانين والتشريعات الوطنية، منوها أن التشريعات المصرية كان لها السبق في تضمين هذه المفاهيم الهامة في عدة مجالات جنائية. ودعا النائب العام إلى تفعيل وسائل العدالة التصالحية وفض المنازعات في النيابات العامة بالبلدان العربية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 588 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 256 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 60 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 197 طنا. وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 4 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 397 قضية، من بينها 188 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت 81 طن. أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت باعتباره السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكافة شعوب المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، أكد شكري أن مصر باعتبارها أولى الدول في المنطقة سعيا وترسيخا للسلام ستظل دائما تطلع بدورها وتتحمل مسؤولياتها التاريخية في دعم جهود السلام من أجل إنهاء الصراع، وهو ما يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر. وأكد شكري في هذا الإطار على أن مصر سوف تستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما أسفرت جلسة التصويت عن عدم حصول أي من مرشحي القوى السياسية على عدد الأصوات اللازم للفوز من الجولة الأولى للانتخاب والمقدر ب 86 صوتا. وألغى المجلس الجولة الثانية للتصويت التي يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط، وذلك بعدما فقدت نصابها القانونية والمقدر ب 86 نائبا. شارك في جلسة اليوم 110 نواب، وحصل المرشح النائب ميشيل معوض مرشح المعارضة اللبنانية على أعلى عدد أصوات بواقع 34 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة. أفاد مصدر طبي عراقي بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جزع النخلة في البصرة. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية أن هناك حالات حرجة بين المصابين. وشهدت المدينة الرياضية في البصرة اليوم إقامة نهائي بطولة خليج 25 بين منتخبي العراق وسلطنة عمان.
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة فرض العقوبات ضد الصناعة النووية ونقلات الطاقة الروسية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعقب مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أكد الرئيس الأوكراني أن العقوبات يجب أن تكون قوية وموضوعية بحيث يصعب على موسكو التأقلم معها. لقد حان الوقت لعقوبات على الصناعة النووية الروسية ضد كل فروعها من المؤسسات والكيانات التي تعمل بالبرنامج الصاروخي لروسيا، وأيضاً من أجل خطوات جديدة في مجال صناعة الطاقة، بما في ذلك فرض حظر على ناقلات الطاقة الروسية. أوروبا تملك القوة الكافية لتجريد روسيا من مصادر القوة التي تملكها. دعت أوكرانيا حلفائها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها في مواجهة الجيش الروسي. وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا تحتاج إلى دبابات، معتبرا أنها سلاح يعد المفتاح لوضع حد للقتال. وفي السياق نفسه قال وزير الدفاع والخارجية الأوكرانيان في ذلك بأن هناك بيان مشترك لهما قالوا فيه إن كييف توجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدات عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير. أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حربا نووية. وأضاف ميدفيديف أن القادة العسكريين الكبار في قاعدة راميشان بألمانيا التابعة لحلف الناتو الذين سيجتمعون غدا الجمعة يجب أن يعلموا جيدا أن القوى النووية لم تخسر صراعا كبيرا يتوقف عليه مصيرها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الكرملين أن تحذيرات ميدفيديف من الحرب النووية تتوافق تماما مع العقيدة النووية الروسية. أكد الكرملين أن أي ضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ستكون شديدة الخطورة. قالت روسيا إنها ستدمر أي أسلحة ستحصل عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، مشددة على أن موسكو لن تسمح بمهاجمة أراضيها دون رد. وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن ضخ الأسلحة الغربية في أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة الخسائر المدنية، داعيا إلى ضرورة التفكير في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف بأن هزيمة روسيا أمر مستحيل وأن النصر سيكون حليف بلاده على حد تعبيره. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه من الوضع في محطة زابوريجا النووية. فأكد غروسي أن الوكالة قامت بتأسيس بعثات دعم في كل المحطات النووية في أوكرانيا وأن محطة زابوريجيا لا تزال في الخطوط الأولى من التهديد، مشيرا إلى وقوع انفجارين كبيرين اليوم في مناطق مجاورة من زابوريجيا. I'm very worried. What you said in your first question is an element, but even without new offensives or new campaigns, it's always on the front line. And only today there were two major explosions in the vicinity. It was not at the plant itself, but. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. لمنع التخلف عن سداد الديون، الخزانة الأمريكية تتخذ إجراءات استثنائية بعد بلوغ سقف الدين الحكومي. وزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ إجراءات غير عادية لمنع التخلف عن سداد الديون الحكومية. وفي خطاب أرسلته إلى الكونغرس الأمريكي، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية الكونغرس إلى التحرك بسرعة لحماية الثقة الكاملة للولايات المتحدة ومصداقيتها، وأشارت إلى أن من الممكن أن تساعد مثل هذه الإجراءات غير العادية في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للحد المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، محذرة في خطابها من أن الإجراءات لن تساعد إلا لفترة محدودة ليست أكثر من 6 أشهر.
تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد. واندلعت صدمات بين شرطة ومتظاهرين في محيط ساحة الباستيل في باريس، استخدمت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع. ويواجه المشروع الإصلاحي وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما اعتراضا من جبهة النقابات العمالية. انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل ما تزال متوازنة على الرغم من رفع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة للحكومة انخفضت 15 نحو رقم وهو 15 ألف طلب معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 190 ألفا في الأسبوع الماضي. وكان خبراء للاقتصاد حيث استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بتلقي 214 ألف طلب. أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة جودي أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى أدنى مستوى في 5 أشهر في نوفمبر، وتراجع الإنتاج أيضا. وتراجعت صادرات المملكة من الخام بنحو 6.3% إلى 7.28 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 7.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مما يسجل أول خفض للصادرات في الأشهر الستة الماضية. وتراجع إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى 10.47 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 10.96 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. شهدت جنوب أفريقيا عددا من أسوأ حالات انقطاع التيار الكهربائي المسجلة في أكثر دول أفريقيا تصنيعا، حيث يصل الانقطاع إلى 6 ساعات يوميا على الأقل لمعظم المنازل والشركات، وأحيانا يصل إلى 10 ساعات. وتضررت مزارع الدواجن من انقطاع التيار الكهربائي الحاد، حيث فقدت إحدى المزارع ما يقرب من 50 ألف كتكوت في يوم واحد بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتفاقم في يناير الماضي في حالة من الذعر في البلاد من اضطرابات في سلسلة التوريدات الزراعية يمكن أن تزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الحالية وتؤدي إلى نقص شديد. أكدت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق الطاقة قد تشهد نقصاً أكبر في الإمدادات في عام 2023، معبراً عن أمله في ألا تشهد الأسعار المزيدة من الارتفاع حتى يقل الضغط على الدول النامية المستوردة للطاقة. وأضافت الوكالة أن صادرات النفط الروسية تتراجع حالياً وسوف تنخفض أكثر في الربع الأول من هذا العام وما بعده، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن دولاً آسيوية لا سيما الهند والصين ستواصل شراء الخام والمنتجات الروسية. حل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 من مارس المقبل، وذلك بعد 4 أشهر من إعادة انتخابه فيه. وقد أضاف الرئيس الكازاخي أنه يأمل في أن تعطي الانتخابات المبكرة دفعة جديدة للتحديث الذي بدأ العام الماضي. وأكدت مصادر أن الانتخابات المبكرة ستكون الخطوة الأخيرة في إعادة ضبط مؤسسات الدولة.
предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц. أعلنت السلطات في صربيا حالة الطوارئ في عدد من المدن بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة مناطق جنوب غربي البلاد. وقالت السلطات المحلية إن فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين بعد أن جرفت مياه الأمطار الغزيرة عددا من المنازل. تدفق المئات من المتظاهرين على ليما عاصمة بيرو قادمين من مناطق الأنديز النائية للاحتجاج ضد الرئيسة دينا بولاروات ودعما لسلفها الذي أدى خلعه الشهر الماضي إلى اضطرابات. ونظمت الاحتجاجات حتى الآن بشكل رئيسي في جبال الأنديز الجنوبية في بيرو، حيث قتل 53 شخصا خلال الاضطرابات، وقتلت الغالبية العظمى منه في اشتباكات مع قوات الأمن. وتعتبر المظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن في بيرو أسوأ عنف سياسي شهدته البلاد منذ أكثر من عقدين. افتتح محافظ القاهرة خالد عبد العال منفذين جديدين من منافد أهلا رمضان بالمنطقة الجنوبية بميداني العرب والحرية بالمعادي، ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها في كافة أنحاء العاصمة. وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في كافة الأحياء، خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة. شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بمختلف مدن المحافظة نظرا لانخفاض أسعارها وجودة المعروض. وتضم معارض أهلا رمضان جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية وأنواع من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 30% من الأسواق لتلبية كافة الاحتياجات للمواطنين. وأشاد مواطن المحافظة بالمعروضات مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها. تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط دعم معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم. وقال ممثل الغرفة التجارية والمشرف على المعرض بدمياط إن التخفيضات تصل من 20 إلى 30%، ويضم المعرض 18 قسما بعد إضافة 3 أقسام تابعة للمجلس القومي للمرأة. بنعرض المنتجات بمستوى عالي جدا من رز ولحوم، من رز ولحوم ومنتجات غذائيه، حبوب وعلافه وخلافه، بالاضافه الى اضافه جديده النهارده المجلس القومي للمراه لتمكين المراه للتمكين الاقتصادي للمراه تحت رعايه السيد محافظ دمياط، على انهم بيعرضوا منتجات من تطريز، مشغولات يدويه. بشتغل في الشغل الهاند ميد، اتلاقيت ان المحافظه دلوقتي عموما بتفكر ازاي ان هي تبين المهارات والمواهب الموجوده في كل بيت دمياطي، موجوده وموجوده بفعاليه كبيره بس مش باينه، هي حابه ان هي تبينها للمجتمع وتبينها في السوق. تدبني المجلس القومي للمراه بدمياط ان انا اجي اشارك في معرض الخيمه الرمضانيه لمده 3 شهور، وطلبونا علشان الاسعار تكون مناسبه للجميع وان احنا نساعد بعض في ظل الظروف الراهنه، وان الخيمه بتكتسح حاجات كتير ومعرض كامل متكامل شامل من كل حاجه.
انطلقت اليوم القافلة الطبية بالوحدة الصحية برأس حدربة بحلايب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح مسؤول المبادرة أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج ل78 حالة بمختلف التخصصات الطبية، مشيرين إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. شهدت مستشفى رمد بأسوان تطورا ملحوظا وتطويرا هائلا استعدادا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل. التطوير الذي شهدته المستشفى تضمن المباني والأقسام والأجهزة والأطقم الطبية، ما أحدث فرقا كبيرا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. جهود كبيرة تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بالقطاع الصحي وتوفير أعلى سبل الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. مستشفى الرمد بأسوان أحد الصروح الطبية الذي شهد تطوراً ملحوظاً وتطويراً هائلاً استعداداً للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل. التطوير الذي شهده مستشفى الرمد بأسوان تضمن المباني والأقسام والأجهزة والأطقم الطبية، مما أحدث فرقاً كبيراً في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أهالي مدينة أسوان، حيث تم البدء في التشغيل التجريبي بنجاح وسط إقبال كبير من المترددين والمرضى. النهاردة بنتكلم من المستشفى بعد عملية الإحلال والتطوير الشامل ليها. بدأنا عمل تجريبي وإن شاء الله قريبا هيبدأ عمل منظومة التأمين الصحي الشامل. المستشفى بتقدم خدماتها المختلفة لجميع المواطنين. العيادات الخارجية عندنا حوالي 12 عيادة خارجية. عندنا قسم الفحوصات بيقدم مختلف الأشعاعات والفحوصات الخاصة بطب وجراحة العيون. بنقدم خدمات العمليات الخاصة بالعيون بمختلف أنواعها. النهاردة احنا بصدد اقبال كبير قوي من المواطنين بسبب التطوير الشامل واللي تم على مقاييس عالمية بأعلى مقاييس الجودة والسلامة والصحة المهنية. المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعيون، حيث تضم أقسام الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة وقسم العيادات الخارجية ويعمل فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى قسم العمليات وقسمي المعامل والأشعة، مما يؤكد أن مستشفى الرمد بأسوان يعد أحد الصروح الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة نتحول لمتابعتها مع ليلى عمر. تفضل ليلى. شكرا لك إيمان، شكرا أميرة، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف الأمن الغذائي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح من خلال إقرار الحكومة حافز توريد إضافي 250 جنيهاً ليصل إلى 1250 جنيهاً لسعر إردب القمح. جولة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز شربين محافظة الدقهلية، التقى خلالها بعضاً من فلاح المحافظة وتبادل معهم أطراف الحديث. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عايز أسلم عليكم. ممكن مصر تطلع إنتاج غلي تكفي مصر، ما نحتاجش أردب واحد من بره. لو التقويات وكل حاجة بقت 10 على 10. ربنا يعينك. اللهم آمين. ربنا يعينك. اللهم آمين. يا رب ربنا يحفظك. يا رب ربنا يعينك. يا رب. صحيح والله. احنا بنحاول نعمل حاجة. ربنا يزيدك. ربنا يعينك. كلنا مع بعض. المتابع للمشهد ربما يظن أن ذلك الأمر المعتاد، فدائما ما يحرص السيد الرئيس على لقاء المواطنين، لكن ما قيل في طيات الحديث من الفلاحين للسيد الرئيس لم يمر هباء، ليستجيب السيد الرئيس سريعا لمطالب الفلاحين، وينعكس ذلك على اجتماع مجلس الوزراء. في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح وأن يبقى في سعر مجزي لتوريد القمح في هذا الموسم، يعني احنا كنا سبق طبعا ان احنا كنا خدنا قرار بان يبقى سعر توريد الاردب هو 1000 جنيه، فالنهاردة مجلس الوزراء اقر حافز توريد اضافي ب250 جنيه.
وبالتالي يبقى كده القيمة الإجمالية لتوريد القمح إن شاء الله هيبقى 1250 جنيه للأرداب. فلاح الدقهلية الذين التقوا السيد الرئيس اعتبروا القرار أكبر جبر لخواطرهم، واعتبروا يوم اللقاء يوما تاريخيا لهم ولمحافظتهم. يوم 1/12 كان يوم تاريخي لمحافظة الدقهلية، وكان فخر لمحافظة الدقهلية ومركز شربين وقرية الحصص إن السيد رئيس الجمهورية يبقى في وسطنا في قرية الحصص. نشكره على الاستجابة السريعة اللي احنا طالبنا بها، واحنا احساسنا ان الرئيس واقف في ظهرنا وحاسس بمشاكلنا. لما طلبنا منه زود لنا زيادة القمح اوت، وطبعا في خلال شهر يعني طبعا نفذ لنا طلباتنا، رفع السعر بتاع القمح السنة دي. وما كناش نصدق ننزل قرية بسيطة، ونزل والله حاسين بالراحة، ومن اول ما جالنا واحنا نفسنا مستريح. عمل لنا اللي احنا ما كناش نحلم بيه وما كناش نتصور في يوم من الايام ان رئيس جمهورية ينزل عندنا في البلد. لم يكن فلاح الدقهلية يعلمون ان لقاءهم بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون الفأل الخير وجه السعد، ليس لهم فقط بل للفلاح المصري في العموم. بصراحة الفلاح الزراعي المصري يعني النهاردة عاد يروح في اي مكان واخد حق، واحنا مبسوطين قوي قوي بزياده السعر. النهارده الغله بقت من 1000 ل 1250 جنيه، لا قرار هائل جدا، لان الريس بسم الله ما شاء الله يعني بص للفلاح وبص للعامل البسيط. قرار 10 على 10، الفلاحين كلتهم بيتكلموا وبيقولوا ان شاء الله هنزرع قمح اكتر من الاول باذن الله، ومن محصول جميل وهنغطي البلد باذن الله، مش هنحتاج اي حاجه من بره ان شاء الله. ده قرار عظيم بصراحة، وسيادة الرئيس واقف في ظهر الفلاح، وده بيدينا حافز اننا ننتج ونشتغل. بعد قرار السيد رئيس الجمهورية اللي كان بيزرع فدان هيزرع فدانين، اللي كان بيزرع فدانين هيزرع أربعة. قرارات بمثابة بث الروح في جسد الزراعة المصرية تؤكد على أن مصر زراعية تؤمن بأن الأرض عرض. أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح، وحي على الفلاح وأبو زرع طيب يقول حي للإصلاح. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن ما تحقق في صناعة التكرير المصرية خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق. جاء ذلك خلال رئاسته باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023-2024، حيث أوضح وزير البترول أن الرؤية المستقبلية التي انتهجها برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول منذ انطلاقه في عام 2016 غيرت الشكل والأداء في مصافي التكرير وزادت من قدراتها الإنتاجية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل بعدد من مشروعات التكرير وعلى رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط وتوسعات مصافي التكرير بالسويس والإسكندرية وغيرها من المشروعات الخاصة بصناعة التكرير. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.52 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 16065 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 2997 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 70% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وسط توقعات بأن زيادة الطلب الصيني والمزيد من القيود على الصادرات الروسية
سيبقي الطلب أعلى من المعروض. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 59% لتصل إلى 85.48 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% لتصل إلى 79.97 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.41% لتصل إلى 3.23 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51% لتسجل 3.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تحسن التوقعات الاقتصادية وسوق العمل، وحذرت لاغارد من أن البنك المركزي الأوروبي غير راض عن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم في اتحاد العملة الأوروبية الموحدة. وأضافت لاغارد أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو أصبحت أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة، مضيفة لم يكن سوق العمل في أوروبا حيويا كما هو الآن، وعدد العاطلين عن العمل هو أدنى مستوى مقارنة بالعشرين عاما الماضية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وأميرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. انطلقت فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت في دورته 27 بمشاركة 5 نحاتين مصريين وخمسة أجانب من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والهند والسودان. ويهدف سمبوزيوم إلى إحياء فن النحت على الجرانيت الذي تشتهر به محافظة أسوان بمشاركة العديد من الفنانين المصريين والأجانب. يذكر أن سمبوزيوم تم تأسيسه عام 1996 على يد الفنان العالمي آدم حني. في الحقيقة أنا أول مرة أشتغل في الجرانيت، أنا كنت بشتغل رخام، نحت في الرخام، ودي أول مرة أشتغل في خامة الجرانيت، بس طبعا مش أول مرة أشتغل في أسوان. هنا أنا عملت تمثال عباس العقاد، ارتفاعه حوالي 6 متر، موجود في ميدان عباس العقاد هنا، معمول من البرونز، فدي تجربة بالنسبة لي تجربة يعني مهمة جدا، لأن العصر المصري القديم كان بيهتم بالصرحية في عمل في نحت الجرانيت، فيعني حبينا يعني نعمل محاولات في نحت الجرانيت. والآن مشاهدينا نتابع أخبار الرياضة. إليك مرة أخرى ليلى. شكرا أميرة وإيمان، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الرياضية. فاز المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على نظيره البلجيكي بنتيجة 33-28 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة مالمو بالسويد في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للدور الرئيسي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها السويد وبولندا حتى 29 يناير الجاري. فرض المنتخب الوطني سيطرته على مجريات اللقاء منذ بداية، فانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 22-15، وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الوطني تقدمه لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 33-28. وعقب انتهاء المباراة حصل اللاعب سيف الدرع على جائزة رجل المباراة نظرا لأدائه المتميز. و
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي علي البحيري. أستاذ علي أرحب بك، وكما نتابع مشاركة متميزة حتى الآن للمنتخب الوطني لكرة اليد في مونديال السويد وبولندا، كيف ترى أداء منتخب مصر في هذه النسخة من المونديال؟ في البداية طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكل مشاهدي القناة الأولى. يمكن طبعا بنبارك لمنتخب مصر فوز على منتخب بلجيكا فارق 5 أهداف في بداية الدور الرئيسي بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد. يمكن طبعا فوز مهم جدا، قرب مصر خطوة من تأهل ربع النهائي في البطولة والمنافسة على اللقب، وكمان متصدرين المجموعة اللي احنا فيها، ولسه عندنا طبعا مواجهتين هامتين يعني يوم السبت ان شاء الله قدام البحرين، ودي هتضمن ان احنا نتأهل لربع النهائي رسميا، والمواجهة طبعا الاهم او المرتقبة طبعا مع منتخب الدنمارك يحمل لقب بطولة العالم يوم الاثنين الجاي في 9:30 مساء، هتبقى اهم مواجهة، لان احنا لو تأهل او كسبنا هنتأهل كمان في صدارة المجموعة، وهنتجنب مواجهة السويد اللي هي وصيف البطولة اللي فاتت، وطبعا البطولة على ارضها في الدور ربع النهائي، وطبعا هيبقى فرصنا اكبر ان احنا نوصل دور نصف النهائي. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري، كنت معنا عبر الهاتف. تغلب فريق بيراميدز على فاركو ب3 أهداف نظيفة في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز. ثلاثية بيراميدز حملت توقيع كل من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى، وبهذا الفوز يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يقع فاركو في المركز 12 برصيد 13 نقطة. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على مضيفي البنك الأهلي ب3 أهداف مقابل 2 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 14 لمسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الاتحاد السكندري إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد فريق البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز 15. حقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على ضيفه أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب في إطار الجولة 14 من الدوري الممتاز. سجل هدف المقاولون اللاعب عمر فتحي ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة في المركز التاسع. توج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم خليج 25 على أرضه وأمام جماهيره بعد تغلبه على نظيره العماني 3-2 بعد التمديد، محققا اللقب الرابع في تاريخه. تقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش قبل أن يعدل صلاح اليحياء النتيجة لعمان في الوقت بدلا من الضائع، وفي الوقتين الإضافيين تمكن المنتخب العراقي من تسجيل هدفه الثاني بواسطة أمجد عطوان قبل أن يتعادل المنتخب العماني ويعادل النتيجة عبر عمر المالكي، وفي آخر أنفاس الشوط الإضافي الثاني نجح العراق في تدوين هدف الفوز بواسطة مناف يونس. فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على فريق نجوم الهلال والنصر السعوديين بنتيجة 5-4 في مواجهة مثيرة أقيمت على استاد الملك فهد الدولي. تناوب على تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية لاينيل ميسي وكانيوس وسيرخيو راموس وكيليان امبابي وهوجو إيكيتيكي، وعلى الجانب الآخر أحرز كريستيانو رونالدو بواقع هدفين وجانكسو وتاليسكا أهداف فريق نجوم الهلال والنصر السعوديين.
ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لأميرة وإيمان إليكما. شكرا لك. رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم مخرج الروائع يحيى العلمي برصيد فني متميز من المسلسلات والأفلام التي تركها. ومن أشهر أعماله مسلسل رأفة الهجان والذي تجاوزت حلقاته 60 حلقة، واشتهر يحيى العلمي بلقب حاوي الدراما الذي يستطيع تقديم ما لا يمكن توقعه. وعن آخر أخبار الطقس والحالة الجوية من نشرة التاسعة، الأحوال الجوية لدى ليلى عمر. من جديد إليك ليلى. شكرا لكما، ونتابع معكم أهم وآخر أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 11، الإسكندرية 21 10، مطروح 19 11، بورسعيد 21 14، الإسماعيلية 22 11. أما في السويس 21 10، العريش 19 9، طابة 21 9، شرم الشيخ 23 14، الغردقة 24 12. تتحول إلى الأقصر والعظمى فيها 25 الصغرى 7، أسوان 26 9، الوادي الجديد 25 5، شلاتين 26 14، وأخيرا حلايب 23 15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع أبرز لقطة لهذا اليوم. We'll be right back.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، ويطالب الشعب بالتكاتف لتخطي الأزمات. مدبولي يرأس أول اجتماع للجنتي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، ويؤكد اتخاذ مسارات عدة لتنفيذ التوصيات. زيلينسكي يطالب أوروبا بمواصلة فرض العقوبات ضد الصناعة النووية وناقلات الطاقة الروسية، وموسكو تلوح بإمكانية شن حرب نووية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنيري. مساء الخير يا شفكي، أهلا بيكي. مساء الخير يا إيمان، مساء الخير يا أميرة، وأهلا بيكم. يعني قولولي إيه أكتر خبر حسيته كده وقفتوا عنده النهاردة؟ كل واحد بيبقى له خبر كده. وأكيد كان في كلمات مهمة للرئيس النهاردة في تخريج طلبة جدد وانضمامهم للأكاديمية، يعني الحقيقة كانت متعلقة بالشأن الداخلي وطمأنة للمواطنين. صحيح. ودي رسالة هامة خاصة في أزمة اقتصادية حالية، يعني في مصر وتأكيد في كل العالم. يعني الحرص أكيد الدائم على الشفافية مطمئن جدا للمواطنين، ومهم الرسائل دي تيجي بشكل مستمر. صحيح. الاحتواء طبعا. عارفين ليه؟ لأنه كمان علاقة المصريين برئيس دولتهم أو برب عائلتهم، إحنا عندنا عادات وتقاليد من الأسرة لرب العيلة لرئيس، هي علاقة دايما فيها تفاعل حلو. فأعتقد في الوقت ده بيبقوا محتاجين التفاعل الحلو ده. أكيد. يا رب إن شاء الله دايما نشوف أخبار مطمئنة وأخبار حلوة. بشكركم النهاردة يوم خميس، أتمنى يكون عندكم أجازة تستمتعوا بيها بإذن الله. بشكرك أميرة، بشكرك إيمان، أتمنى لكم دايما التوفيق والتألق ولكل صناع نشرة التاسعة. شكرا لك يا شكرا. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ معكم برنامج التاسعة لهذه الليلة، تفضلوا.